خير يا دكتور، طمني. هو عرب كان بيتعاطى حاجة؟ حاجة يا دكتور؟ يعني كان بياخد مخدرات؟ مخدرات يا دكتور واحد الله، عرب رياضي وبيحب الرياضة، هو آخره يعني لو عندنا فرح ولا زفة كان بيشرب كاس كده مجاملة. هو في آثار لضرب حقن في دراعه بشكل غير طبيعي، فمن الواضح كده إنه كان بيحقن مخدرات وبجرعات كبيرة جدا. عموما وخدوا بالكم منه. ألف سلام عليك، بعد إذنكم. اتفضل. أنا تعبان أوي يا أما، تعبان أوي. ناس فاكراني جبل ثابت في مكاني، بس أنا مش كده. كل ده أونطة. نفسي أرجع يا أما عيل صغير. ما كنت اعرف بالصور كده، بس صغير كده مش عامل عم حاجه، مش شايل عم بكره. اما كنت عايش قبل فقلاوه وفتحة الستر. انا لو كنت اعرف ان الدنيا تيجي عليا كده كنت قلت لها بلاش بلاش تاخدي عرب من ايده وكبريه، سيبي صغير. طالما هيجي اليوم وتكسريه. ما تقولش كده يا دنايا، ده انت تقدر وتتحمل وتشيل قد كده 100 مرة. طب اقول لك على سر، وجودك قدامي دايما كان بيحسسني بالامان. كنت عارفة انك انت ممكن تموت روحك علشاني، ممكن تفديني بروحك. كان يا أم عرب السورج اتكسر. كسر؟ لا يا حبيبي ما تقولش كده، انت ان شاء الله هتوقف على رجليك وهتقوم من تاني وهتفتكر الايام دي وتضحك عليها. ربنا عادل قوي يا حبيبي، حتى في الهم ما بيديش حد اكتر من طاقته، دايما بيدي على قد اللي يقدر يشيل، وانت قدها يا حبيبي.